قط الرمال. قط أو هر الرمال من الحيوانات الثديية اللاحمة والتي تتبع عائلة السنوريات، ولا زال قط الرمال يعيش في الصحاري الأفريقية والآسيوية. قط الرمال من أصغر الهررة، حيث يبلغ وزنه من 1.5 إلى 3.5 كيلوغرامات، ويصل طول جسمه من 40 إلى 57 سنتيمتر، بينما يصل طول الذيل من 30 إلى 35 سنتيمتر، ويصل ارتفاعه من 25 إلى 30 سنتيمتر. وفي هذا النوع من الهرر يكون الذكر أكبر من الأنثى بنسبة 25%، ويتميز عن باقي الأنواع برأس كبير وعريض وإذنان كبيرتان تكونان دائماً بوضع أفقي، ما تساعده على التخفي وتبريد جسده في المناخ الصحراوي الحار. ويغطي جسم قط الرمال شعر كثيف ناعم يحميه من برودة ليالي الشتاء، وجلده سميك جداً، وبه طبقة سفلية من الفراء، وباطن أقدامه الأربعة مكسوة بغزارة بشعر كثيف أسود يساعده على المشي على الرمال الحارة وعدم الغوص فيها، وكذلك إخفاء آثار أقدامه، ويساعده في القفز على الرمال. السلالات والانتشار: سلالة صحراء في الجزائر، سلالة شمال أفريقيا وهي الأكثر انتشاراً تعيش في الجزائر والمغرب، السلالة العربية والتي تعيش في شمال وادي عربة وجنوب قطاع غزة وصحراء النقب بفلسطين وفي وادي رام بالأردن وصحراء الربع الخالي وفي الصحاري الشرقية والوسطى بالسعودية وفي صحاري الكويت واليمن وعمان والإمارات وقطر، كما تعيش السلالة العربية في صحراء سيناء والصحراء المصرية. سلالة الصحراء الليبية تعيش في ليبيا ومصر، سلالة شمال أفريقيا تعيش في الصحراء الكبرى لليبيا، السلالة الذهبية تعيش في السودان والنيجر، السلالة الباكستانية توجد في باكستان، سلالة آسيا الوسطى تعيش في آسيا الوسطى. يعيش هر الرمال حياة انفرادية كبقية الهررة، ويلتقي الذكر بالأنثى في موسم التزاوج على فترتين في السنة، الفترة الأولى في شهري مارس وأبريل والفترة الثانية في شهر أكتوبر، وتضع الأنثى مرتين في السنة الواحدة، وفي كل مرة تضع من 2 إلى 6 مواليد. بعد حمل مدة شهرين تبقى القطط الصغيرة في الجحر تحت رعاية الأم، حيث تبدأ الجراء بفتح أعينها بعد أسبوعين، ثم بعدها بأسبوع تبدأ بالمشي وتفطم بعد أن تبلغ من العمر 5 أسابيع، ثم تترك الصغار الأم بعد 4 أشهر لتعيش وحدها.